الإمام علي الهادي روح له الفداء مع الإمام العسكري ولده. الإمام العسكري يقول: ذهبنا لزيارة أحد المؤمنين، كان واحد شيعي موالي مريض في حال سكرات الموت، جئنا لزيارته. والدي يعني الإمام الهادي رأى هذا الرجل كثير خائف، قال: لما تحزن؟ لما تخاف؟ قال: يا ابن رسول الله، أخاف من الموت. الإمام عليه السلام قال له: طب نفسا، الموت من نعم الله على البشر. ثم قال الإمام الهادي قال لهذا الرجل، قال: اتصور إذا إنسان صار مدة من الزمن ما رايح بالحمام، يعني لغسل الجسم، نفرض واحد صار للشهر ما رايح بالحمام، مثلا كان مسجون في مكان، الثياب متسخة، الجسم شايل وياه وساخة، هذا الجسم الثوب شهر كامل ما رايح بالحمام، بعد شهر يجيبوا له ثياب نظيفة جديدة أولا، يجيبوا له حمام دافي ثانيا، يودوه يغسلوه في هذا الحمام الدافئ، الجسم يصير نظيف، يرمي الثياب القذرة ويلبس ثوبا جديدا. ها ايش رايك؟ هذا شلون؟ زين او مو زين؟ ممتاز. الامام الهادي عليه السلام قال: عند الموت هذا الجسم الذي كان مطية الروح، الجسم الذي حمل الروح 60 سنة 70 سنة، إن شاء الله عمركم طويل، إن شاء الله 200 سنة، هذا الجسم بعد الروح تتعب منه، هذا الجسم يرموه يعطوكم جسم جديد، تحسون مثل الإنسان الذي بدل ثوبا. ولذلك الإمام السجاد سلام الله عليه، إمامنا الرابع، يقول: نزع بعد نزع. الموت هذا أن الإنسان ينزع ثوب يلبس ثوب، إذا كان هكذا كيف؟ قال: ممتاز. الإمام عليه السلام قال: الموت للمؤمن هكذا. الإمام عليه السلام يقول: اللحظات الأخيرة وقت خروجنا من هذه النشأة، من نشأة الدنيا، الآن يريد يصير انفكاك بين الروح والجسد، هذيك اللحظة طبعا الأولاد البنات الأهل الأحباب الكل مجتمعين حول الإنسان في سكرات الموت، اللي يبكي المتأثر، وكل واحد يبكي على حاله. يعني ليش يكون عندك أنت يا أم؟ واحد يقول أفقد أمي، واحد يقول أفقد أختي، واحد يقول أفقد بنتي، من الذي يبكي لأجلك؟ ما حد، الكل يفقدون مصالحهم. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: إلهي وأعني بالبكاء على نفسي. احنا عموما عيوننا تبكي للآخرين، ماما توفت، بابا توفى، نبكي، ولكن من الذي يبكي على نفسه؟ وأعني بالبكاء على نفسي، أبكي ومالي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي. هاي اللحظات الحساسة. أولياء الله، إن شاء الله كلكم من أولياء الله، المؤمنين المؤمنات ذول حسابهم غير، هلا إحنا ما علينا شغل بغيركم، نجي لكم أنتم أولياء الله المؤمنات. الإمام العسكري عليه السلام يقول: بينما الإنسان المؤمن في حال سكرات الموت ينظر، دخل عليه من الباب، يدخل من باب الغرفة، من باب البيت، المهم المكان اللي أنتم موجودين، حتى إذا لا سمح الله واحد في المستشفى، يدخل عليه ملك بأجمل ما رأت عينك في عالم الدنيا، يعني أجمل من هذا ما شايفه، جدا جميل الوجه، جدا جميل الوجه،
منير معطر بعطور ما إلها مثيل في الدنيا وما فيها. لابس ملابس بيضاء يجي ويسلم عليك يقول السلام عليك يا ولية الله، هذا الاحترام، ويجلس عند رجليك يسأل أحوالك. طبيعي لما الإنسان مريض يقول أنا أحس بألم مثلا في الركبة، مثلا أحس بألم في القلب مثلا، فيقول أبشري يا ولية الله أنا أرحم بك من أمك وأبيك. هاي أول مشاعر. النفس ترتاح، تقولين له من أنت؟ يقول أنا ملك الموت. بمجرد أن تسمع المؤمن، أنا أتكلم للمؤمنات، إذا مجلس رياجيل نقول المؤمن، بمجرد أن تحس المؤمنة بوجود ملك الموت تنكمش، تحس بالخوف. يقول لك لم تخافين؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم تحزن؟ فتقول المؤمنة أبكي لفراق بيتي، هذا البيت الأثاث، إن شاء الله كله من الحلال، إن شاء الله ماكو واحد من عندنا في بيت أثاث حرام. على كل، فتقول المؤمنة، إن شاء الله كلكم من المؤمنات، تقول أبكي لفراق بيتي أثاثي، الأشياء اللي عندي. فيقول لك ملك الموت انظري عن يسارك، على يدك اليسار تنظرين، أنت في حال سكرات الموت نايم مثلا في بيتك في أنصار، ولكن تنظرين إلى روح وريحان وجنة ورضوان ما إلى مثيل، ما إلى مثيل. راح ناخذك من أنصار نوديك إلى هذا المكان، ها شو رأيك؟ الله لطيف لطيف لطيف، رضينا بالموت. يقول هلا جاهزة؟ تنكمش المؤمنة مرة ثانية. لما تحزنين؟ تقول أبكي لفراق الأحبة، أبكي لفراق أولادي بناتي أهلي. بالنتيجة الإنسان مأخوذ من الأنس يأنس مع الآخرين. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول، هاي كلمات علي بن أبي طالب، يقولون إن الموت صعب على الفتى، مفارقة الأحباب والله أصعب. كيف أفارق هذول أولادي أنا عايش وياهم 60 سنة 70 سنة، هذا زوجي أنا عايش وياه عمر شلون؟ فيقول لك ملك الموت يا ولية الله انظري إلى يمينك، تنظرين وإذا برسول الله أمير المؤمنين السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء، الأئمة الطاهرون جالسون يقولون إلينا إلينا. الله نعم المولى ونعم النصير. لما تنظرين إلى وجه فاطمة الزهراء تنسين كل نساء الدنيا، مو بس تنسين بنتك، تأخذون إلى فاطمة. نعم نأخذك إلى أمير المؤمنين، إلى الإمام الحسين، هذا الحسين اللي بكيتوا عليه هناك يذكرك ملك الموت. تذكرين كنت تلطمين تقولين حسين يا حسين، تلطمين هاي العيون اللي دمعت للحسين، هل الحسين جالس يقول أنا راضي عنك. هنيئا هنيئا للمؤمنات الصالحات. لما تنظرين إلى ابتسامة أهل البيت تقولين الآن طاب لي الموت، بعد لا أريد الدنيا، لا علاقة لي بالدنيا ولا بأهل الدنيا. بمجرد أن تقولين طاب لي الموت دقق، فيذهب ملك الموت قبال عينك، يقول شوفي شوفي شوفي، يروح إلى واحدة من أشجار بستانك، يأخذ شدة ورد باقي من الورد، يجيب يعني يقول اشتمي هاي الرائحة، فتشتمين رائحة ورود الجنة وتسلمين الروح بهسها. هذا للمؤمن، للمؤمنة يسلم الروح. خلاص انت اللهم صل. الآن في الدنيا، الآن ممكن بعضكم شايفين في المستشفيات المتقدمة
في أمريكا أنا شفت ممكن هنا بلبنان أكو ما أدري يجيبون وصل بيضة قماش في مادة لما يريدون يسوون عملية جراحية مثلا يريدون يسوون عملية قلب يجيبون قماش يقولون اشتمي هاي القماش. أول كان يعطون البنج في الدم بالعرق يخلون مهيك، الآن يعطوكم مادة مخدرة يقولون اشتمي، انت تأخذين قماش من ديل تشتمي خلاص انت بعد ما تحسين بعد ما تحسين. هاي الحالة يصنعها ملك الموت عليه السلام مع المؤمنين والمؤمنات، بس هناك ما يجيب لك منديل، يجيب لك وردة، وردة ما إلها مثيل في الدنيا، يقول اشتمي هاي الوردة، بمجرد أن تستنشقين الرائحة الروح تخرج براحة. هذا معنى وهون علينا سكرات الموت. ملك الموت أرأف وأرحم بكم من آبائكم وأمهاتكم. هذا للمؤمنين والمؤمنات.